شيخ الإسلام على ماذا مات؟ مات على كلام الله، لأنه عاش على كلام الله، عاش متمسك بالجنة التي في الدنيا وهي القرآن والسنة. لأن الله عز وجل يقول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. حياة إذا الإنسان تمسك في هذه الدنيا بكتاب السنة. مات على قول الله إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. من أجل ذلك كثير من الناس يغفل عن الجنة التي في الدنيا. يقول شيخ الإسلام وهو الذي مات على قول الله إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. الله أكبر. وهي طاعة الله والإقبال على الله سبحانه وتعالى. يقول من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. الله أكبر. من أجل ذلك يا أخوان الله سبحانه وتعالى يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طب جزاء السعادة التي في الدنيا الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم. العلماء يفسرون الطوبى بالجنة، وقيل شجرة في الجنة. طوبى لهم وحسن مآب، طوبى لهم وحسن مآب. من أجل ذلك قال الله وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. جزى هؤلاء الذين صبروا على الصلاة وصبروا على الصيام وصبروا كما قال الشيخ على الحجاب وصبر على العفة وصبر على الطهر. هو يا دكتور الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، ترى الصيام 12 ساعة 14 ساعة في عز الصيف وحر الصيف، تعرف يعني حر الخليج عندنا معروف، هذا صبر على الطاعة. الاستيقاظ انت كذا ودك تنام صلاة الفجر، ولا جاي من الدوام تعبان، ولا من المدرسة العصر ودك تنام، لكن لا، الصلاة أمر الله أعظم لأنها توصلني للجنة، وأصبر وأقوم أصلي، هذا يسموه صبر على الطاعة. والله نفسي أشوف ما حرم الله، ونفسي أروح مراقص، ونفسي أزني، ونفسي لا، الجنة تحتاج مني صبر، هذا يسموه صبر على المعصية. ابتليت بمرض، بنقص في الأموال، في الأنفس، موت حبيب ولا قريب، هذا يسموه صبر على قدر الله. هذه ثلاثة أنواع الصبر اللي بإذن الله توصل الإنسان إلى الجنة. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. بس تحتاج إيش؟ تحتاج صبر شوية، مثل ما صبر الصحابة رضوان الله عليهم وصبر الأنبياء من قبلهم. نصبر، أيام معدودة، ثم ننسى كل شيء في الدنيا، مثل ما تفضلت وذكرت أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم بغمسة واحدة في الجنة.